بتعاون البرلماني ومن أذربيجان دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى ترقية قيم الحوار والوساطة لحل الأزمات، داعيا إلى إنشاء آلية دبلوماسية وقائية في إطار الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مهمتها دعم الأمن والاستقرار الدوليين خلال اجتماع مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز. بوغالي أكد على ضرورة إرساء حكومة عالمية عادلة في حل الأزمات بالطرق السلمية واحترام حق الشعوب في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية. فلتكن شبكتنا البرلمانية هذه أداة لنصرة القضايا العادلة واستتاب الأمن والسلم والتنمية باعتمادها على ما يلي: التأكيد على ضرورة حوكمة عالمية جديدة تحقق العدالة وتنأى عن الكيل بمكيالين في القضايا الدولية وتحتكم إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف كأداة فريدة للاستجابة الجماعية للرهانات والتحديات التي يشهدها الوضع الدولي بما فيها الأمن الغذائي، الأمن الصحي وآثار التغير المناخي. إدراج إصلاحات على الأمم المتحدة بإضفاء المزيد من الديمقراطية في التمثيل خاصة مجلس الأمن الدولي وطرق عمله ودعم دور الجمعية العمل الأمم المتحدة التي تمثل البرلمان العالمي. التذكير بقيم الحوار والوساطة لحل الأزمات وضرورة إحداث في إطار هذه الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز آلية للدبلوماسية البرلمانية الوقائية قصد دعم الأمن والاستقرار الدوليين. توطيد العلاقات مع البرلمانات الدولية والجهوية حول المبادئ العشر لمؤتمر باندونغ. تكثيف التشاور والتعاون البرلماني فيما يدين دعم دور المرأة في كل النشاطات داخل المجتمع. إعطاء أولوية لإشراك الشباب في كل سياسات بلداننا وتكريس ذلك في التشريعات الوطنية. وعلى هامش الأشغال، أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي اليوم محادثات مع رئيسة المجلس الوطني الأذري السيدة صاحبة كافاروفا. بوغالي أعرب عن استعداد الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإسهام في حل القضايا العالقة عن طريق الحوار والتعاون البناء في إطار القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.